أهلا بكم من جديد وإلى آخر أخبار المال والأعمال. إلى زميلتي ميرفت المليجي، أهلا بك ميرفت. شكرا نهى وشكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد. عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما اجتماعا مع الرئيس التنفيذي الإقليمي لإحدى شركات المواد الاستهلاكية الأمريكية بهدف بحث خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية في مصر. وخلال اللقاء أكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للشركات الصناعية العاملة في السوق المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز استثمارات هذه الشركات سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو إقامة توسعات لمصانع قائمة. أعلنت وزارة التعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي منذ بداية العام الجاري بلغت قيمتها نحو 300 مليون يورو، والتي تهدف إلى دعم التنمية في إطار رؤية الدولة 2030. وأكدت الوزارة أنه تم توقيع اتفاق تمويلي تنموي ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع تطوير خط السكة الحديد طنطا المنصورة دمياط. كما تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 78 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان. تنطلق غدا فعاليات منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك. يأتي المنتدى اتساقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بين البلدان العربية. قال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين إن الأزمة التي يمر بها العالم حالياً لم تحدث منذ أكثر من 100 عام. وخلال مؤتمر صحفي لجهاز حماية المستهلك أكد حسام الدين أن الجهاز يدعم أي تاجر شريف، لكنه أشار أيضاً إلى أن مستغلي الأزمات لابد أن يواجهون بعقوبات صارمة. جهاز حماية المستهلك وجد أنه في يعني ضرر بالغ واقع على الناس اللي سددت دفعات او اجزاء من سعر السلعة لكن استحالت النهاردة تسلمهم السلع. وفي ضوء ده قرر جهاز حماية المستهلك مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك انه يتم رد اجمالي الدفعات اللي سددوها مضافا اليها اعلى فايدة بنكية اعتبارا من اول دفع، يعني حتى لو سدد دفعات في الطريق هتحتسب على اجمالي الدفعات دي اعتبارا من تاريخ اول دفعة سددها مضافا اليها اعلى فايدة بنكية اللي هي 18%. نتحول إلى أسواق المال وإلى البورصة المصرية، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة داخل المقصورة مستوى 687 مليار ونصف المليار جنيه، وذلك وسط تداولات كلية بلغت نحو مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10549 نقطة، وأغلق عند مستوى 10462 نقطة متراجعا بنسبة 83%. أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة فتح عند مستوى 1832 نقطة وأغلق عند مستوى 1841 نقطة مرتفعا بنسبة 49%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و22 قرشا للشراء و18 جنيها و33 قرشا للبيع. اليورو سجل اليوم 19 جنيها و23 قرشا للشراء و19 جنيها و36 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 22 جنيها و74 قرشا للشراء و22 جنيها و89 قرشا للبيع. وأمام
العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و4 جنيهات و99 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 4 جنيهات و85 قرشا للشراء و4 جنيهات و88 قرشا للبيع. سجلت صناعة المواد الغذائية في الصين نمواً مضطرداً من حيث الإنتاج والمبيعات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وأظهرت بيانات رسمية صينية أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة لقطاع تجهيز الأغذية الزراعية قد ارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة. وخلال الفترة من يناير إلى إبريل بلغت مبيعات التجزئة للحبوب والزيوت والسلع الغذائية 593 مليار يوان، وهو ما يعادل 87 مليار و900 مليون دولار. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لنهى ويوسف إليكم. شكرا جزيلا لك ميرفت.